سهرة مع الكاتب السوداني الطيب صالح. يشترك هذه السهرة الدكتور محمد إبراهيم الشوش وصالح محمد صالح وأحمد جباني. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله ومساء الخير. في السهرة دي حندردش شوية مع الطيب، وما عندنا حاجات محددة يعني نقول لكم إنه حنركز عليها، إلا إنه حتكون سهرة دردشة عامة. طيب، في الأول أحب إنك تقدم نفسك للمستمعين. السؤال التكرار في أسامة المستمعين هو إنك أنت من أي حتة في السودان وولدت سنة كم مثلا؟ أنا أولا الطيب محمد صالح، ولدت في كرمكول في مركز مروي في المديرية الشمالية، وأعمل أكسب عيشي بالعمل في هيئة الإذاعة البريطانية، وأكتب من حين إلى آخر. عمرك كم سنة؟ 40 وشوية يعني. طيب، بدنا نعرف كيف مشيت لندن وبدأ عملك في البي بي سي. والله بطريقة الصدفة مشيت هيئة الإذاعة البريطانية سنة 53، كان بتعلن عن ناس. أنا أيام كنت في بخت الروضة في معهد التربية، وبعدين ما كنت أفكر أبدا إنه الإذاعة تصبح مهنة بالنسبة لي، وما كنت أبدا أعتقد بأنه أنا أصلح للعمل الإذاعي. وبعدين قدمت وقبلت. صديقي الشاعر الدبلوماسي صلاح أحمد أيام كان يتدرب في الإذاعة البريطانية، مبعوث من هذه الإذاعة، وكنت بتمرن معه في أول أيام. وكما ذكر فيما بعد في مقابلة صحفية له، اعتقد هو واعتقدت أنا بأنه أنا اخترت طريق خاطئ الحقيقة، وجربت يعني أرجع. وبعدين شوية شوية اكتشفت يعني قدرة لا بأس بها في مخاطبة الناس في الميكروفون، واستمرت الحكاية لحد الوقت. طيب، عايزين برضو نعرف بتين يعني بديت تكتب. الكتابة كمان أيضا مثل العمل الإذاعي لم تخطر لي على بال، لم أفكر يعني في الفترة الواحد كان يفكر فيها يبقى شنو، ما كنت أفكر أصبح كاتب. وده لعله بتأثير البيئة، لأنه نحن من بيئة في السودان على وجه العموم تحترم أشياء محسوسة، أشياء تتعلق يا بالسلطة أو مهن مثل الهندسة والطب والزراعة، حاجات يعني نتائج واضحة. لكن زول يكتب شعر أو قصص يعني الناس ما بتعتبرها شغل. والواقع تستغرب إذا قلت لك إنه هذا الإحساس يلازمني إلى الآن وأنا أكتب، يلازمني هذا الإحساس بأنه هذا العمل ما له فائدة يعني. ودي من العقبات الواحد يحاول أن يتغلب عليها. فبدأت الكتابة، كتبت أول قصة لي في لندن، أول ما مشيت لندن، اللي هي قصة نخلة على الجدول، وكانت عبارة عن نوع من النجوة، نجوة شخص يحن إلى بلده. وبعدين عرضتها على صديق فلسطيني اسمه معاوية الدرهلي، كان كاتب كويس، هو كان يريد أن يصبح كاتب قصة. الواقع هو الآن إداري كبير في شركة النفط العراقية من سخرية القدر. فالراجل ده اتبسط جدا منها وأزاعوها ونشروها.
بعدين تركت الكتابة بعد كده 7 سنين لم أكتب أي حاجة. 7 سنين. أفتكر أنا نقطة التحول الحقيقية هي قصة دومة وتحامد، كتبتها هنا في السودان 60 في البلد، كنت في البلد وكتبتها. بعدين صديق لي اسمه دينيس جونسون ديفيز مستشرق يتبسط منها وترجمها وأرسل إلى مجلة اسمها إنكاونتر، مجلة أدبية كبيرة يعني، فالجماعة قبلوها ولقيت إنه يعني الموضوع ده ما بطال يعني. وبعدين شوية شوية الواحد بقى كاتب يعني. طيب ده بجرنا للكلام عن حاجات يعني اللي ورا شوية، بمجرد وصولك لإنجلترا إيه الحاجات اللي لفتت نظرك بسرعة؟ والله أخي الزمن طال، لكن أذكر الضياع، لأنه الواحد هنا كان عايش في مجتمع متداخل، يعني الواحد عمره ما عاش بمفرده. فأول ما مشيت سكنت في هوستل يسكن فيه العاملين في البي بي سي لحد ما يجدوا مساكن، لقيت نفسي في يويضة كده براي، وبعدين الناس ما بيكلموك إلا إذا كلمتهم، يعني تلقى نفسك مواجه نفسك براك يعني، وتلقى بلد كبيرة وطقس مختلف. مشيت في شتاء كان صعب جدا بتاع 53 ده مشهود يعني. فدي ده الانطباع اللي أذكره لأول وهلة. أنا أتدخل حقيقة وشايف الكلام يعني كلام مسح كثير وسهرة كثيرة، فأفتكر ننتقل إلى موضوع الأغاني. أظنك برضو زي ما متشوق أنا تشوف السودان، متشوق برضك تسمع بعض الأغاني ومتشوق برضو بعض الناس. أيوة جدا جدا هاي. فنديك مجال أن تختار أغنية وتقدمها إلى المستمعين قبل ما نواصل هذه السهرة. والله شوف لو اتكرمت وسمعتوني النعام يغني أي حاجة، لكن قول فرع البان. النعام ده من جنتي، ده بلد جنبنا، جنتي جنب شابي برضه أنا سهلنا، وأنا أعتذر يعني على هذه الإقليمية، لكن في الطنبور بتاع النعام نبرات غويصة عميقة بتصير فيها أشجان كثيرة جدا. لو تفضلت بالغنوة دي أكون شاكر يعني. جدا. حسين مبارك أيام سعيدة الليلة جابك يا فريح النور. حسين مبارك أيام Thank you.
تحدثت أول حاجة عن حياتك في الشمال وكبداية لحياتك، واضح جدا أنه كثير من القصص اللي أنت كتبتها بدءا بدومة بات حامد مرتبطة ارتباط كبير جدا بالقرية اللي أنت عايش فيها، برغم أنه يعني مع وجودك في الخارج. الحقيقة ذكرت يمكن عاملين مهمين، هو الغربة في الخارج كشيء مؤثر على هذا، والحاجة الثانية العيشة الوحدانية اللي انت عشتها في الغربة. فطبعا هنا يعني في عاملين، هو هل انت بتعتقد انه يعني ارتباطك بالارض اللي هي طبعا مؤكد انه واد حامد فيها اصداء كثير جدا وانعكاس للقرية اللي انت عشت فيها في الشمال، ولانه احنا بنعيش هنا في السودان حياة جماعية، يعني لأي حد انت ترى انه العاملين اثروا في كتاباتك، هل هو مجرد حنين يعني من الخارج ولا هو ارتباط اخر
ممكن تحدثنا عنه؟ هو طبعا أنا متأكد أنت هتوافق بأنه كل كاتب، أنا أعتقد الفن في أغلبه ينبع من الإحساس بالفقد، بأنه في حاجة غالية الواحد ضيعها، والواحد لا يكتشف هذا الضياع ومداه إلا لما يبعد منه. أفتكر الحياة في قرية في المديرية الشمالية بالذات بتصبغ الإنسان بصبغة عميقة لأسباب غامضة، لكن جايز إنه الحياة تبدو في الكلمة الإنجليزية في مايكروكوزم، يعني عندك حتة الأرض، النيل ذاته يبدو، أنا دائما أشوفه دلوقتي كأنه شيء غير حقيقي، كأنه حلم، وبعدين في الصحراء وفي حتة الأرض المزروعة وفي نهاية الحياة واضحة جدا جدا جدا. وده إحساس يمكن كمان قريب من الإحساس اللي فجر الشعر العربي في الأول، إحساس البادية وعوامل العدم غالبة. ده أنا حاولت أوضح ده شوية أكتر في الرواية الأخيرة في بندر شاه. الحياة تبدو بالمقارنة لعوامل العوامل التي تستطيع أن تمحو الحياة شيء غريب وغير واقعي. فالتعايش مع بيئة زي البيئة في إنجلترا اللي هي على النقيض من ذلك، لأنه الشخص يجد نفسه معتمد على إمكانياته الداخلية، فالكتابة فيها معنى المناجاة، فيها معنى الحنين، وفيها أيضا اكتشاف الشيء الذي فقده الإنسان أو يوشك أن يفقده، وإدراك أعماق ما كانت واضحة لما الواحد كان موجود في الوسط. بديهي جدا أن أنت عندك كلام عايز تقول للناس من خلال هذه القصص. أعتقد أرجو ذلك. أنا الحقيقة كنت عايز أعرف هل في حاجة محددة أنت بتنطلق منها عايز تقول حاجة محددة للناس؟ والله شوف، أنا طبعا التغيير يهمني جدا جدا، وده شيء واضح جدا في كل ما كتبت. وأنا أعتقد بهذه المناسبة إنه دومة وتحامد هي أصدق ما كتبت إلى الآن. لم أجد النتائج التي خلصت إليها في القصة دي إنها خطأ. طبعا أنا أريد التغيير، لأنه في فترة طفولتي الحياة في المديرية الشمالية كانت قاسية جدا جدا. أنا مثلا اتعلمت المدرسة الأولية والابتدائية في بورسودان مش في المديرية الشمالية، لأنه في طول هذه المنطقة كان في مدرسة في مروي ومدرسة في تنجسي، كان في مدرستين فقط مدارس أولية. بعدين كان يبدو لي بأن الإنسان في هذه المنطقة متروك لعوامل الطبيعة، ما في أي عون يتلقاه من الحكومة من السلطة. وشفت أنا الأرض، الناس كيف في سنوات مثلا النيل ما يفيض يغطي الأرض، الحياة تصبح ضنينة وصعبة. في سنوات الناس يهاجروا، السواقي تتعطل، يعني كان واضح جدا ما يسمى الآن بعوامل التخلف في البلاد التي تسمى مجازا الآن البلاد النامية، الواقع هي البلاد المتخلفة. يعني لا تجد مثال أوضح ولا أعمق لضعف الإنسان إزاء عوامل الطبيعة مما كان تجد في هذه المنطقة. بالإضافة إلى أن الإنسان كما عرفت أنا إنسان قيم جدا جدا، في طاقات واضحة جدا بأنها إذا أتيحت لها أي مساعدة تتفجر في قوة خلاقة وعظيمة. فأنا مدفوع، يمكن دي الضريبة إذا كنت أؤدي أي خدمة الآن، يمكن دي الخدمة التي أؤديها، بأنه أنا أحاول أن أقول بأن التغيير لا بد منه، وأنا مع عوامل التغيير. لكن طبعا بعد كده بتجي
تفاعلات أخرى، المشاكل اللي بيعملها التغيير. التغيير دائما كمان له ضريبة، يعني في القصة الأخيرة أنا عاوز أقول بأنه التغيير مش لعبة، يعني الناس يعملوا التغيير وكأنه ما حصل حاجة، طوالي ينتقلوا من مرحلة شقاء إلى مرحلة بؤس، في أشياء تضيع أيضا، فأنا عاوز أنبه إلى هذه الأشياء التي تضيع أيضا. إذا كان ممكن التغيير والاحتفاظ بالأشياء القيمة اللي عندنا يكون ده غاية المنى. هو دي أوضح يمكن في بندرشاه من أي كتاب تاني، هي الآية واضحة فعلا في كل الكتابات الأستاذ. طبعا حقيقة درس سؤال ما بلح في كثير في الإجابة عليه، إلى أي حد أنت موجود في قصص الدنيا؟ والله شوف، ده سؤال طويل، يعني الدكتور الشوش يمكن يجيب أحسن مني على هذا السؤال، لأنه هو رجل أكاديمي وناقد وينظر للعمل الفني في محتوى واسع. لكن أنا عايز أقول ككاتب قبل ما يقول الدكتور الشوش، بأنه الكاتب طبعا موجود لأنه هو اللي بيعمل عملية التجميع، لأنه كونه أنا جيت وقررت أكتب قصة في موضوع معين وعملت أشخاص معينين، معناه أنا مارست عملية اختيار، فأنا موجود لأنه أنا حددت النظر إلى الأشياء بطريقة ما. لكن أنا ما موجود بمعنى إنه كل كلام يقوله أي تقوله أي شخصية في القصة أبقى أنا مسؤول عنه، لأنه يعني أنا قلت مثلا، خد الموضوع الذي أسأل عنه دائما، مثلا أنا قلت مصطفى سعيد كذا كذا وتكوين العقل كذا وتعلم كذا، بعد كده في منطق تمليه ظروف العمل اللي بيقولوا عليه يعني العلماء أمثال الأخ محمد، إنه ده الشيء الأورجانيك، الشيء الحيوي، بعد كده في منطق الكاتب لا يملك إلا أن يستمر معه. بالإضافة إلى أنه أنا كمان يمكن تأثرا بالدراما أحاول أن أخلق تناقضات، يعني في موسم الهجرة بالذات ما في أي statement، ما في حقيقة تقال إلا وفي حقيقة تنقض هذه الحقيقة، لأن العالم متشابك ومعقد، وأنا أحب أن أوحي بهذا التشابك والتعقد. بعدين يجي واحد يقول لك أنت فلان، يعني ده سؤال أنا أعتبره غير وارد، لكن الأخ محمد أفتكر ممكن يقول أكثر في الموضوع ده. الحقيقة أنه يعني أنا أصدد أن السؤال ده يعني سئلت ليه، لأنه من الواضح أنه في بتناوله دائما قصصك هو القصص الأخرى دائما بيصرف أنفسهم، خصوصا في البلاد العربية وخاصة في السودان بالذات، دائما الحديث بتاعهم أنه الكاتب هو أو يحاول يستخلص الجوانب الشخصية من عمل الكاتب، وطبعا دي عملية سطحية. الحقيقة أنه العمل الفني الكبير فيه جوانب كبيرة من شخصية الأديب، يعني من جوانب فيها، لكنها ليست هي اعترافات بتاعة كاتب، وزي ما قلت أنت في شخصيات متناقضة في تفكيرها، طبعا مؤكد جدا حتى الإنسان نفسه فيه تناقض في شخصيته وفيه تناقض في أفكاره وكل حاجة وبيعبر عنها. وبالتالي أنه يعني الكلام زي ما قلت أنه هل الطيب صالح زي ما قال ناقد دلوقتي حديث في بعض الجرائد بأن هو مصطفى سعيد أو إلى آخر، طبعا ده عملية يعني حقيقة ما صحيح. وبعدين كمان لو ممكن أضيف، أحيانا كونه الكاتب أو القصة تتحدث بلسان المخاطب، يعني يقول لك أنا قلت وأنا، ده هذا يبدو إنه اعتراف، لكنه إذا الأسلوب ده لو استعمل استعمال عمدي يكون هو غاية التجرد. أنا طبعا في موسم الهجرة بالذات كنت عارف إنه القارئ، خصوص في قصة فيها جوانب مثيرة يعني إذا صح التعبير، فالقارئ بالنسبة للقارئ السوداني، القارئ السوداني بالذات، طبعا القارئ السوداني بالذات يبحث عن الكاتب، من السهل جدا انه
مضامين العمل ومراميه القارئ يتنصل منها بأنه يلصق بالكاتب. وده الواقع نوع من الهروب من مواجهة العمل. فأنا قبلت هذا الافتراض، لكن أنا أعطيت القارئ صوتين، كل واحد بيقول أنا سويت وأنا عملت. فكنت أؤمل بأن القارئ يجد نفسه في النص، يعني بين قطبين، بحيث أنه يضطر عشان يفكر أنه الحكاية دي مش حكاية واحد بيعمل اعترافات، لكن في واحد عامل عملية فنية فيها كثير من التعمد عشان يقول شوية أفكار. الواقع أنه من دراسة أو قراءة حتى الشخص اللي قصصك بيحس أنه في أشياء كثيرة أنت ألميت بها قبل فعلا ما تبدأ تكتب. دير أنك تحدثنا عن قراءاتك. أنا ممكن أتدخل المرة الثانية برضو وأقول يعني قبل ما نبدأ الموضوع ده، وهو موضوع جديد، ننتقل إلى موضوع الأغاني مرة أخرى، وأفتكر الأستاذ طيب برضو يتقدم إلى المستمعين بأغنية. طيب كتر خيركم. والله أنا بيعجبني كثير من الغناء، يعني أنا زي واحد جعان وكل ما يقدم له شهي، لكن يخطر على بالي صلاح بن البادية، يعجبني صوته. أيوني محددة. وقول الحرير مثلا. العبير العبير فانت جيت يا غني.
بكيت من رعشة. بكيت عايزينك تجاوب لنا على السؤال اللي سألناه قبل ما اسمع الاغنيه، وهو ايه الحاجات الجريئه يعني. والله يا اخي ده موضوع واسع، ده بحر. ده الواحد طبعا يعني جرى بشوف في بلد برضو، دي من الحاجات اللي انا تعرضت ليها في بندر شاه، في بلد مثل السودان كنا الى عهد كبير محرومين من التعليم. ما هو التعليم زي السحر، زي ما نحن اكتسبنا مفاتيح سحرية فالواحد بيقبل بنهم. يعني أنا مثلا أتذكر قريت كل روايات جورج زيدان، وكان لي صديق في الابتدائي، صديق عزيز اسمه محمود أحمد محمود، أظنه في الزراعة دلوقتي، كنا أنا هو نقرأ الرواية من رواية جورج زيدان، مش عارف فتاة وغسان وما بعرف، وديك في الأندلس بتاع عبد الرحمن الغافق في يوم، ونقعد نتبادلهم والواحد يقرأ وهو ماشي، ورواية الجيب وما بعرف، التافه والكويس. العملية دي كلها بتختلط، بيحصل لها عملية تمثيل في الذهن، والواحد ما يعرف بالضبط ايه اللي تأثر به وإيه اللي ما يتأثر به. لكن طبعا اللي بيدي الواحد يعني زي ما تقول المقياس عشان يشوف على ضوءه تراثه، هو كان قراءة الأدب الإنجليزي لا شك في ذلك، لأنه الواقع ده أهميته مش إنه بيعلمنا حاجة جديدة في اعتباري أنا، لكن بيخلينا ندرك أشياء عندنا. يعني أسعى أنا أشوف شعر مثلا للمتنبي، ألقى البيت قالوا شاعر إنجليزي زي مثلا إليوت أو إمسون، وأستغرب جدا فجأة أجد الحيوية قوية جدا في شعر المتنبي أو أبو نواس أو المعري، لأنه أدب يعتبر أدب راقي زي الأدب الإنجليزي يعتبر أصداء لكلام نحن قلناه. كذلك في الشعر السوداني، في شعر المديح أو في الدوبيت، في كلام خطير ما كنا عارفينه، كان عندنا كنوز مشتتة وما عارفينها. أفتكر اللي بيحصل دلوقتي هو إننا بنكتشف، نستطيع أن نقيس ما عندنا
على ضوء تجاربنا ومعايشتنا لآداب متطورة أخرى مثل الأدب الإنجليزي. الحقيقة أنت ربطت الكلام ده بالكلام الأولاني اللي هو أنه يعني القراءات زي يعني كثير جدا من الناس اللي بيكتبوا الأدب بيعتقد أنه القراءات سواء كان في الأدب الإنجليزي أو في الأدب العربي يعني كل ما نقرأ أنه نتأثر بهم أو أنه مثلا نقلدهم. والحقيقة أنه يعني زي ما قلت أنت القراءات أحيانا بتخلينا نكتشف ذاتنا وزي ما الغربة تخلينا نكتشف ذاتنا. يمكن ده الشيء اللي الأساسي في كتبك هو أنه يعني الغربة ما خلتك أنك تكون غريب ولا القراءات البعيدة عن التراث العربي ولا عن السودان مثلا خلتك تكون بعيد فكريا عن وده يمكن ده هو أساس يعني يمكن تتفق معي لأنه ده هو أساس الأصالة اللي حقه يكون موجود. وأنا أفتكر يمكن تتفق مع أنه الشيء اللي خلى هذه الكتب لها قيمة أساسية هذه الروايات هي أنها يعني تنبع من أصالة وليست مجرد تقليد للأعمال الأدبية الأخرى. بمناسبة الحديث عن الأصالة الحقيقة أنا كان بدور في ذهني سؤال حول مقدرتك أن تحتفظ بكل هذا القدر من الأصالة رغم أنك عشت في مجتمع زي ما قلت أنت مختلف تمام الاختلاف على المجتمع السوداني أو مجتمع القرية اللي عشت فيها أنت رغم أنك قعدت مدة طويلة جدا في هذا المجتمع. فتفتكر ليه أنت استطعت أنك تحتفظ بكل هذا القدر من الأصالة في الوقت اللي فيه بعض الناس يمكن عاشوا فترات أقل من فترة اللي عشت أنت في أوروبا أو في بلاد خارج السودان وتأثروا إلى حد كبير جدا بنمط الحياة هناك ونقلوا هذا النمط وأصبح يمكن جزء من شخصيتنا. أنا طبعا يسعدني أنه يظن أني أصيل أرجو ذلك أنا أحس كذا. أعتقد أولا لأني مزاجي تكويني الكاتب زي ما قلنا قبل يستمد يمكن شخصيته تتحدد بدري في حياته يمكن نظرته للحياة تتحدد في طفولته. أنا عشت في وسط متلائم وعلاقتي ببيئتي وبأهلي كانت منسجمة يعني أنا ما مش متمرد ما حسيت مثلا إني أنا عاوز أطلع من السودان ولحد دلوقتي أنا برا السودان بالصدفة الحقيقة يعني ما في أي سبب شخصي يخليني أزعل من البلد دي وأمرق منها كده الظروف خلتني أمرق وأعيش برا. وأنا شايف مثلا بلدنا في كرمكول أحيانا يخيل لي دي امتداد للندن يعني أنا أجي من لندن بالطيارة وبعدين بعربية أو بالقطر أو بالطيارة أخيرا دلوقتي ودي من محاسن التقدم الحصل أخيرا الواحد يمشي هنا وما شايف أنا أي تناقض يعني ممكن الواحد يعيش يتعامل مع الناس على بطرق مختلفة بدون أن يفقد ذاتيته. بعدين كمان لأنه زي ما قلنا لأنه أنا بكتب وأنا بكتب أصله بستمد المواد الخام أجيبها من وين ما بجيبها من الوعي واللاوعي والبيئة اللي أنا عارفها وأنا بكتب عن قرية أنا أي أفكار أحاول أن أعبر عنها إذا كانت مهمة أو غير مهمة أضعها على أفواه ناس بسطاء مزارعين في البوديرية الشمالية. فأفتكر ما عندي أنا أي مهرب من هذه الأصالة كما ذكرت. بعدين كل مرة أمشي لأهلي هناك أجد بأنه يعني ما عندي أي فرصة كمان أفتكر أنا بقيت كاتب كبير ولا كده ولا كده لأنه الحياة هناك حياة كما هي الناس ما عندهم كبير ولا صغير وهي ماشية الحياة. يعني من الكلام اللي ورد في كلام حسان وكرمكول ممكن تكون امتداد للندن أنا أفتكر دي يعني سرعة ما ممكن تتم إلا في حلمي مثلا. برضو من تجربتي الشخصية في قراءتي إلى كتبك وإلى بعض الكتاب الآخرين ما دايما أتذكر شتاينبيك مثلا في بعض كتبه
خصوصا في علاقة الناس بالأرض، واقعية الأشخاص، ولا معقولية الحدث اللي بيحصل له في بعض الأحيان. ما أقدر أنسى أنه في نوع من الحلم في هذه الكتب. إلى أي مدى الكلام ده ممكن يكون صح؟ أيوة ده صح، أفتكر إلى حد كبير الحلم في العمل الفني مهم جدا. أنا بيعجبني تعريف كولريدج الشاعر الإنجليزي الناقد الشاعر، ومحمد ممكن يقول أكثر في الموضوع ده لعملية الخلق الفني. كولريدج بيقول إنه الأدب it removes the filament of familiarity from life، يزيح غشاوة المألوف عن الحياة، بحيث إنه الناس ينظروا إلى المألوف ويشوفوك انهم ما شافوه قبل كده. في جمله في بندرشاه بيقول لك وينظر الرجل الى زوجته في حلقه الرقص فكانه يراها لاول مره، لانها شافت الوقت في وضع مختلف، في حاله حلم زي ما انت قلت. بعدين انا متعمد الحقيقه فكره الحلم، يعني ويمكن كل ما اكتب اكثر كل ما أقبل أكثر فكرة الحلم. أنا أولا مش مرتبط بتحديد الواقع، يعني لا أقيد نفسي بالواقع أنه الشيء ده منطقي وده ما منطقي، وبيح لنفسي حرية كاملة بأنه القصة أصلا شيء غير واقعي، حتى لو كان لها جذور في الواقع إنما هي أصلة يعني زي ما بتقول اسمها شنو ميوريال سباك، أكاذيب. فإذا كانت الحكاية أصيلة ما حصلت، ليه أنا أتخيل أو يعني إنها حصلت؟ بعدين دلوقتي بالنسبة لي الشخص عبارة عن فكرة، مش حاجة كده محددة بلحم وعظم. في القصة قصة بندرشاه في ناس تلقاهم ما موجودين كله ما عايشين، لكن في بعض الناس يشوفوهم كأنهم عايشين، زي ما الناس يشوفوا مثلا أشباح وتخيلات وكذا. أنا أقبل ده على إنهم موجودين، المهم الحكاية كلها في مجموعة، بعد كده مدى تأثيره يكون شنو. دكتور رشوش عندك؟ لا أقدر أقول أنه يعني دائما في بعض هذه القصص، نرجع لعملية الأصالة والخلق الفني، هي أنه في القصص دي وتحامد مؤكد زي ما قلت أنت، يعني مش بالضرورة هي يعني عملية واقع، لكن أنت القرية نفسها أنت بتستمد منها المادة، لكن يبدو من كثير من هذا أنه في حنين إلى ماضيها. يعني في دومة وتحامد مثلا التغيير اللي حصل، الناس تقريبا عمل لهم ربكة، مصطفى سعيد نفسه اللي هو جاي من برا عمل ربكة في القرية، يعني في حتى الارتباط اللي حصل، يمكن ده حنرجع له بعد شوي، في عرس الزين، هو لانه الزين مرتبط بالارض نفسها، يعني على قدمة على عبط على اي شيء، هو جزء من القرية استطاع ان يجمع. فهل بتحس هنا انه يعني بعدك من برا خلى الحنين الى انه الماضي يبقى كما هو ولا لا؟ لانه ده بيربطنا بعدين بعملية الجد اللي أنا حاجاه دلوقتي في كثير من هذه القصص، اللي هو الجد دائما فيه، يعني هو الموجود دائما. هل بتحس بأنه يعني هل هو مجرد حنين إلى بقاء القرية؟ وإذا كان كده هل هو ده التأثير الموجود في الأدب الإنجليزي لما يتكلم عن الأدب في أفريقيا ولا في آسيا، وعايزين الأمور يعني تكون كما هي؟ لا أنا قطعا لا أريد الأمور أن تستمر كما هي، لأنه قطعا دلوقتي بلدنا أحسن ألف مرة مما كانت عليه لما أنا كان عمري 10 سنين مثلا. البعد من المكان، أنا الحقيقة بشوف السودان دلوقتي حتة واحدة، يعني من هذا البعد السودان كله زي ما واحد بعد من غابة كلها تبقى تتلمى كده في شيء له بيثير إحساس واحد، التفاصيل كلها تتمازج. فالسودان كله أنا الحقيقة لما أكتب عن قرية في ذهني مش القرية أبدا، في ذهني البلد كلها. لأنه
أنا أحمل ذكريات من طفولتي وأنا أنا شخص يعني. طبعا البلد كما كانت أيام كنت طفل تثير في إحساس قوي جدا بالحنين، لكن أنا واعي لهذا الإحساس وأحاول ألا يتدخل في صدق النتائج التي أصل إليها. يعني الماضي بالنسبة لي مش مقدس أبدا، التغيير ضروري ولا بد منه، وأنا عارف إنه القرية كما عارفها ستموت، حيجي يوم وتضيع. هذا الضياع محزن. أنا بس عاوز أقول للناس التغيير والمكاسب اللي بتحصل نتيجة التقدم دي لها ثمن يجب أن يدفع. العملية عملية مؤلمة، مش عملية بالضرورة ظريفة ولذيذة والناس يدخلوا فيها كده كأنها لعب يعني. لا، عملية جدية تثير كثير من الألم وكثير من الحزن، إنما لا مفر منها، يجب أن تحدث. وفي تفاؤل مؤكد يعني، أنت في الجد وبعد كده الأب هو دائما اللي في النص، هو اللي بيتعذب أو يهان، وبعد كده بتصل إلى الطفل اللي هو الحفيد. أيوة. الحفيد طبعا هو اللي بيمثل المستقبل في النهاية، عندما تتركز مفاهيم أيوة. جديدة في هذا العمل. هو فيما يتعلق بالجد، أنا أفتكر شخصيا يعني أنا عندي ما يسمى، يمكن أن يسمى عقدة الجد، بحكم تكويني يمكن أنا أميل شوية، متحيز شوية للماضي، بالرغم من أني مدرك أن هذا الماضي يجب أن يزول. في موسم الهجرة للشمال الجد أنا تعمدت أقدمه في كل الوضع المستقر المليء بالصراع على أنه شيء ثابت ومتكامل وصادق مع نفسه. يعني كان كثيرين من أخواننا بحسن نية يريدوا التغيير، بعضهم بيفترضوا بأنه الناس اللي هم عاوزين يعملوا التغيير من أجلهم دي العبارة عن أشياء ليست لها أي قيمة. ممكن أنت تعمل تغيير وبعدين الناس اللي في المجتمع زي الجد في موسم الهجرة ديلا طوال يدخلوا في وضع جديد للبلد. لا، أنا عايز أقول بأنه الراجل ده بدون أي مساعدة من أي أحد مارس عملية مسؤولية ضخمة جدا جدا. يمكن هو مش متعلم ما له، مش الناس اللي ينتخبوهم للمجالس التشريعية والكلام ده، لكنه وفي ملايين زيه في البلد دي الناس مارسوا عملية يجب أن تحترم. وبعدين الناس اللي بيضعوا التغيير يجب أن يعني غرورهم يجب أن يخف بالمقارنة إلى المعايشة والمعاناة اللي بزال هذا الرجل بدون أي مساعدة، لا من حكومة ولا من كذا ولا من كذا. هل ممكن يعني نقول بتلخيص سريع الكلام ده بأنه الجد عادة هو طبعا مرة بفترة أنه كان حفيد وكان أب وأصبح جد، باعتبار أنه عملية التغيير الصدام بيحدث فيها بين الأب والابن والحفيد اللي هو مستفيد من التغيير الذي يحدث المستقبل. أيوة. باعتبار أنه الجد بياخد موقف المراقب والحكم بما استقاه ممارسته من معرفة وعلم، وعدم أنه هو متورط في هذه العملية أساسا. مظبوط. أيوة. هو الواقع ده افتراض يعني، في الرواية الأخيرة أنا ما قدمت ذيك حقيقة، ده افتراض أحاول أن أستكشفه في الرواية، وبعدين يا إما الرواية أثبتته أو نفته أو خلته معلق، بأنه الماضي والمستقبل في تآمر مستمر ضد الحاضر. لأنه تجد زي ما أنت قلت، هو الواقع كل واحد بيصبح ضحية في النهاية، لأنه المستقبل يتحول إلى حاضر والحاضر يتحول إلى ماضي، فكل واحد بيمر بهذه المرحلة. لكن الواقع يغلب الأمل بحكم طبيعتنا يعني، يغلب الأمل في المستقبل. الحياة
تكاد تدور حول المستقبل باستمرار مش الحاضر. لكن كمان من ناحية فلسفية بحتة، الحاضر لا يتكرر، يعني أنت أو أنا نحدث مرة واحدة ولا نتكرر، ولا يعزينا إطلاقا بعد أن نذهب إنه المستقبل حيكون أفضل. ده مفروض يكون يعزينا، يعني دي فكرة مش تلقائية مش سهلة، لأنه كمان دعاة التغيير أحيانا يفترضوا بأنه الناس العايشين النهاردة يعني بكل بساطة ممكن يضحوا للمستقبل، لكن مش كده أبدا. التضحية دي يجب أن يصحب وعي كبير جدا، لأن إحنا عايشين دلوقتي وإذا ذهبنا فلن نتكرر. هل تعتقد أنه الوعي اللي بتطالبيه أنت ده ممكن يصل إلى مرحلة أن يتصالح الإنسان مع فكرة الموت مثلا؟ أيوة، التصالح دي كلمة أنا تعجبني جدا جدا، وهي في كل ما أكتب أيضا، خصوصا في عرس الزين، لأنه عرس الزين الواقع متقدم من الناحية الاجتماعية. يعني ده المجتمع كما أحب أن يكون المجتمع المتصالح اللي فيه تناسق، الكون فيه متناسق والخلافات موجودة في إطار منظم ولا تحدث أي اختلال. التصالح مع الموت أو مع المستقبل أو مع التغيير كله ضروري، لا مفر منه أيضا. في النهاية الأمور تصل إلى نقطة لا مفر من التصالح إذا كان لابد من الاستقرار. والحياة في حالة من التغيير المستمر مش ممكنة. طيب نحن عايزين نتعرض الحقيقة بصفة خاصة إلى شخصية ضوء البيت في بندر شاه. أيوة، لكن أنا شايف أنا أفتكر أي قبل ما نتعرض لها أنت داير أسأل، وأنت في لندن بعيد عن السودان، إيه الأغنية اللي دايما كده بتدندن بيها يعني؟ والله أنت بتدندن يعني في طبعا في أغنية لأحمد المصطفى. أحمد المصطفى رجل صديقي وأنا أحبه، وبعدين صوته يوحي إلي برضو بطعم السودان من برا، وزاهي في خضره، وأنا أعتقد دي من الأغاني الكلاسيكية في الفن السوداني. طيب نستمع دلوقتي إلى أغنية أحمد المصطفى، زاهي في خضره ما تعلم.